في دقيقة متر وباش نختموا ليميسيون لانه 57 دقيقة. الجامعة التونسية لكرة القدم قبيلة شوية بعثت مراسل نجم رياضي الساحلي قتلها يا ما تخلص المستحقات نتاعك والا ثم حرمان من المشاركة في كأس الكونفدرالية. ما فما حتى واحد نجم تمنعه من التخمام انه هذه ردة فعل من الجامعة لنجم رياضي الساحلي في علاقة بالبلاغ. هل صحيح التفكير هذا ولا لا؟ مش نقول لك صحيح ولا لا، لانك حتى في الطالع تلقى لو ثم تذاكير سابقه من شهر سبتمبر. في طالع لازمك تقرا مليح المراسله. صحيح. المراسله فيها تواريخ سابقه لتاريخ 19 اكتوبر. باش نعطيهم كل واحد حق، اقرا المراسله من فوق، شوف التذاكير، ترى ذكرني بناه الدات الاولانيه اللي موجوده فيها، لو تلقى على ما اعتقد اذا كان ذاكرتي صحيحه 25 سبتمبر. كان انا مش غلط. قدامي المراسله 25 سبتمبر، ثم مراسله ثانيه 9 اكتوبر، ثم مراسله ثالثه اليوم 13. شنو معناه؟ جاوب وحدك. معناها انه المراسله ما كانتش بتاريخ 19 اكتوبر، ثم تذاكير سابقه قبل مسانده على الاطوال. تقول لي الاطوال عندها عركه مع الجامعه، نقول لك يقينا عندها عركه مع الجامعه، شكون يعرف شنو رضا شرف الدين عنده عركه حاليا. داير هو النادي الوحيد من اكثر من 350 نادي هو اللي اعلن مساندته. النوادي اللي هي اليوم تحكي على وحده الصف، ويني في قرار كيما هكا؟ مثالش راهو تقول صحيح ولا غلط، بالله اخرج قول راهو صحيح مثالش خلينا نعرف. اخرج اعطيني قراءه قانونيه، نعطيك اكثر ونختم لك. تعرف اليوم انه السسبونسيون هذايا ولا الاقصاء هو عمل لك تعليق وقتي والا اقصاء وقتي، تو بعد نفهموا العباره القانونيه الصحيحه. في كل الاحوال بالنظام الاساسي للجامعه التونسيه لكره القدم يخضع لشنو؟ واختم هذايا وغدا نفسرها لك. يخضع للمصادقه اللاحقه لشكون؟ للجلسه العامه اللي شكون فيها اعضاء الجمعيات الرياضيه. يعني لحظه لازم الجمعيات يصادقوا على القرار. هو قرار نافذ اليوم ويقعد نافذ، تمشي انت بيه للقضاء، ولكن في كل الاحوال انت في قرارات الاقصاء وفق النظام الاساسي من الجامعه التونسيه لكره القدم الفصل 15 وما بعده المحين بتاع ديسمبر 2019 يقول لك راهو تخضع تهبطوا للمصادقه نتاع معناتها لازم الانديه تصادق على القرار نتاع حل هلال الشاب. تصادق ولا ترفض هذا حسب القانون نتاع جامعه تونسيه لكره القدم. الفصل 15 غدوة غدوة دو كاليتي دو ممبر من النظام الاساسي للجامعه المنقح في ديسمبر 2019. غدوه الجزء الثاني من